القوية للبطولة الأقوى في أوروبا، وزي ما حضراتكم شفتم وتابعتم مش بس الكبار اللي بيفرحوا بدوري الأبطال، أيضا الأطفال دايما بيكون عندهم تفاعل خاص مع دوري أبطال أوروبا. هنبدأ معاكم كالعادة بالصحف العالمية وإيه هو الأخبار اللي جت في أبرز الصحف وفي أسبانيا وفي إيطاليا وفي إنجلترا وفي فرنسا وألمانيا. تعالوا نبدأ في أسبانيا ونشوف إيه أبرز الصحف العالمية وبتقول إيه. هنبدأ معاكم في ماركا الأسبانية واللي بدأت بمودريتش هيعتزل في ريال مدريد، تجديد عقد ذهبي حيث سيتم تمديد عقد الكرواتي أحد أفضل لاعبي الحقبة التاريخية الثانية للنادي لمدة عام لينتهي في 2021 حين يبلغ من العمر 36 عام، وسيتقاضى راتبا من بين الأعلى في الفريق. موندو ديبورتيفو الأسبانية أيضا تتكلم على صفقة فيليب لويس لبرشلونة، ظهير أتلتيكو مدريد يطابق المواصفات ليصبح زميلا لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر. لويس يملك الجودة والخبرة، عنده 33 سنة ويمكن أن يصل بشكل مجاني، وفي المقابل مندي سعره مرتفع جدا. نروح لسبورت الأسبانية وفرانكي دي يونج وتصريح سوف نقضي وقتا ممتعا، بإمكاني اللعب في مراكز الوسط الثلاث وحلمي أن أكون لاعبا مهما ومتشوق للعب بجانب ميسي أفضل لاعب في التاريخ. وبرشلونة يبدأ تواصله مع المهاجم الهداف بيبي. ماركا الأسبانية، ألف يوم بطلا لأوروبا، ريال مدريد بقاله النهاردة بالتمام والكمال ألف يوم ثلاث مرات بيحتفظ بدوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد يخفض أسهم يوفنتوس بنسبة 11%. أبلك سيجدد عقده مع أتلتيكو في الأسبوع القادم، ووكيل أعماله أتم الاتفاق يوم الأربعاء الماضي وسيتقاضى 10 مليون يورو في الموسم. نروح لإيطاليا ونبدأ بلا جازيتا ديلو سبورت وانهيار يوفنتوس وأليجري تحت الهجوم، خطة 4-4-2 جديدة من أجل الريمونتادا واحتفال سيميوني تحت منظار اليويفا. اليوروبا ليج، رابيد فيينا تعرض للهزيمة 4-0 وإنتر يعود من جديد بدون إيكاردي وسباليتي في دور الـ16 ونابولي يطير أيضا. كوريري ديل سبورت الإيطالية، أليجري تحت النيران بعد الهزيمة من أتلتيكو 2-0 في مدريد، تضع المدرب في أزمة الخروج من دوري أبطال أوروبا، يعني نهاية علاقته مع اليوفي وظل زيدان يلوح في الأفق. كريستيانو رونالدو لم يكن أبدا سيئا في أوروبا وأسهم النادي في البورصة تنخفض. إنتر يقصو على رابيد فيينا في الدوري الأوروبي 18 دقيقة فقط احتاجها إنتر ميلان لتصفية النمساويين بأهداف من طبعا بيريزيتش وبولياتو وفيتشينو ورانكويا. أوناس المميز وكارلو يجد الأهداف، الجزائري يقدم تمريرة حاسمة لفيردي ومن ثم يسجل في الفوز على زيوريخ 2-0. توتو سبورت الإيطالية، مباراة العودة مع أتلتيكو مدريد في 12 مارس يمكن أن تقرر مستقبل أليجري، وأيضا العديد من اللاعبين مانزوكيتش ديبالا وألكساندرو هم المرشحون المحتملون للرحيل. نابولي وإنتر ميلان يتأهلان للدور المقبل من الدوري الأوروبي بعد الفوز على زيوريخ 2-0 وعلى رابيد فيينا 4-0. نروح لألمانيا والصحف الألمانية ونبدأ ببيلد الألمانية ونجاح أينتراخت فرانكفورت في التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على شختار دونيتسك الأوكراني 4-1 أمس الخميس في إياب دور الـ32. فاز الألمانية ثاني بمثابة مفسد للعبة، وذلك في إشارة لهدفه القاتل في شباك شالكا، وطبعا حول تأخر السيتي من 2-1 لـ2-2 وبعدها ستيرلينج جاب هدف الفوز ليصبح لتنتهي المباراة بثلاث أهداف مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. نروح لفرنسا و لكيب الفرنسية بعد صعود نادي رن بتقول فريق رن يرقص، وفي طبعا سؤال بيقول هل نال أدريان رابيو عقوبة مالية؟ رابيو عليه كلام كتير جدا جدا، وهل هينتقل
الى برشلونه ولا هيبقى في باريس سان جيرمان. نروح لبروفونس الفرنسيه ايضا، انطلاقه جديده لجوردن امافي لاعب مارسيليا. نروح لانجلترا واخر الصحف العالميه صحيفه ذا سان الانجليزيه، تاهل تشيلسي لدور 16 من الدوري الاوروبي وتالق روس باركلي، وبروس هو النار في سفينه تشيلسي. وايضا تحدثت عن علاقة الأسباني يوناي أمري مع الألماني مسعود أوزيل بعد ما أشركه خلال لقاء الدوري الأوروبي أمام طبعا بورزوف، ونجح فريق أرسنال أنه يفوز ويصعد للدور التالي. خلصنا أخبار الصحف العالمية، هنروح لنتائج والمواجهات القادمة في الدوريات العالمية. طبعا عندنا نتائج الأسبوع الماضي من دوري أبطال أوروبا و طيب ماشي، هنبدأ معاكم بالدوريات الأوروبية ونبدأ معاكم بالدوري الإنجليزي ونشوف أبرز اللقاءات والمواجهات في الجولة القادمة من الدوري. يوم السبت بكرة إن شاء الله الساعة 2:30 توتنهام هوتسبيرز هيلاعب فري بيرنلي، ويوم الحد عندنا ثلاث مواجهات مهمين جدا، تشيلسي أمام برايتون الساعة 2 الظهر، وأرسنال وساوثامبتون الساعة 4:05، والمواجهة الأبرز والأقوى هتكون الساعة 4:05 مانشستر يونايتد أمام فريق ليفربول الساعة 4:05، وأخيرا ده في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الساعة 6:30 تشيلسي هيلاعب فريق مانشستر سيتي. طيب نروح لترتيب الدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي في المركز الأول عنده 65 نقطة، ليفربول في المركز الثاني 65 نقطة أيضا لكن متأخر عن فريق مانشستر سيتي بمباراة، وتوتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث ب 60 نقطة، ومانشستر يونايتد قادم بقوة من بعيد في المركز الرابع 51 نقطة، وأرسنال في المركز الخامس ب 50 نقطة. نروح لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، سيرجيو جويرو 17 هدف بيتساوى مع نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ب 17 هدف ايضا، وفي المركز الثالث اوباميانج 15 هدف، وهاري كين لاعب توتنهام في المركز الرابع 14 هدف، اما في المركز الخامس ايدن هازارد لاعب تشيلسي ب 12 هدف، وساديو ماني لاعب ليفربول ب 12 هدف. نروح للدوري الاسباني وابرز المواجهات القادمه، أشبيلية وبرشلونة هيكون بكرة إن شاء الله الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة يوم السبت 23 فبراير، يوم الحد ليجانيس وفالنسيا الساعة 1 الظهر، وأيضا يوم الحد لسه مكملين مع أتلتيكو مدريد وفياريال في مباراة قوية الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، وليفانتي وريال مدريد ختام لقاءات الدوري الأسباني يوم الحد الساعة 10:45. نروح لجدول ترتيب الدوري الاسباني ونبدا معاكم ببرشلونه صاحب المركز الاول ب 54 نقطه، اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ب 47 نقطه، ريال مدريد صاحب المركز الثالث ب 45 نقطه، واشبيليه في المركز الرابع ب 37 نقطه، اما ختافي في المركز الخامس ب 36 نقطه. جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني، ليونيل ميسي في المركز الاول ب 22 هدف، يليه لويس سواريز ب 15 هدف، المركز الثالث كريستيان ستواني لاعب جيرونا 13 هدف، اما المركز الرابع انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد ب 12 هدف، وتشارلز دياز لاعب اشبيليه في المركز الخامس ب 12 هدف، واخيرا اللاعب التونسي الاصل والجنسيه الفرنسي وسام بنيدر لاعب اشبيليه ب 11 هدف. نروح للدوري الايطالي ونتابع اهم المواجهات القادمه في الدوري الايطالي. النهارده هتكون في مواجهة قوية ما بين نادي ميلان وامبلي الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، بكرة استكمالا للدوري الايطالي فروزينوني وروما الساعة 9:30، يوم الحد بولونيا ويوفنتوس الساعة 4 بتوقيت القاهرة، وايضا الحد تكملة للمباريات بارما ونابولي الساعة 7، واخيرا 9:30 انتر ميلان وفيورنتينا. جدول ترتيب الدوري الايطالي، يوفنتوس في المقدمة 66 نقطة، يليهم نادي نابولي 53 نقطة في المركز الثاني، وانتر ميلان في المركز الثالث 46 نقطة، وميلان اسي ميلان في المركز الرابع 42 نقطة،
وروما في المركز الخامس ب41 نقطة. نروح لقائمة الهدافين في الدوري الإيطالي ونشوف إيه الأخبار. كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في المركز الأول ب19 هدف. بياتيك لاعب ميلان الجديد واللي انتقل من جنوا لإي سي ميلان 17 هدف. وطبعا فابيو كولاريلا لاعب سامبدوريا 16 هدف. وزاباتا لاعب أتلانتا 16 هدف. وميليك لاعب نابولي 12 هدف. وإيموبيلي لاعب لاتسيو ب11 هدف. طيب خلصنا معاكم دي كده يعني آخر المواجهات القادمة والجدول الخاص بالدوريات العالمية، أيضا تابعنا جدول الهدافين، لكن لسه متبقي معانا نتائج دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي وأيضا القرعة الخاصة باليوروبا ليج. هنبدأ معاكم بنتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اللي كانت يوم الثلاث والأربع الماضي، ونبدأ معاكم بليفربول وبايرن ميونخ 0-0، أيضا ليون وبرشلونة والتعادل السلبي بين الفريقين 0-0. يوم الأربع كان في مواجهات، وأولى المواجهات شالكا ومانشستر سيتي في مباراة ممتعة جدا انتهت بفوز السيتيزنز 3-2 وبيحسم أموره بدري، لكن في دوري الأبطال زي ما احنا متعودين مفيش أي توقع. وأخيرا أتلتيكو مدريد أمام اليوفنتوس بيفوز 2-0. وبالمناسبة دي المباراة اللي في تاريخ دوري الأبطال اللي انتهت بهدفين مقابل لا شيء، والهدفين لاتنين لعيبة من أورجواي عمرها ما حصلت سواء خيمينيز أو جودين، الاتنين لعيبة بيلعبوا في منتخب الأورجواي وأيضا بيلعبوا في أتلتيكو مدريد. قرعة الدوري الأوروبي أقيمت صباح اليوم بعد انتهاء دور ال 32 علشان نروح لدور ال 16. زي ما حضراتكم شايفين دي أبرز المواجهات اللي هتكون إن شاء الله في الأسبوع اللي بعد القادم في الدوري الأوروبي، ونبدأ بتشيلسي أمام دينامو كييف، فرانكفورت أو أينتراخت فرانكفورت أمام فريق إنتر، ودينامو طبعا فريق دينامو أمام فريق بنفيكا، ونابولي أمام فريق سالزبورغ، وفالنسيا أمام فريق كانسودار، وأشبيلية أو سيفيا أمام فريق سلافيا براج، وأرسنال أمام فريق رن، وأخيرا فريق زينت سان بيترسبورغ أمام فريق فياريال. دي أبرز أنا شايف أن بالنسبة لي أقوى مواجهة هتكون موجودة ما بين زينت سان بيترسبورغ وفريق فياريال. مباراة هتكون قوية جدا، طبعا ما حصلش أي مفاجآت، ما حصلش أي أحداث خاصة ب يعني لقاءات قمة علشان ما نتحرمش من المواجهات اللي ممكن نشوفها في الأدوار بعيدة المدى. لسه احنا عارفين ان الدوري الأوروبي فيه أكثر من فريق قوي، عندنا تشيلسي، عندنا إنتر ميلان، عندنا فريق نابولي، وأيضا فالنسيا وأشبيلية وأرسنال وفياريال. للأسف فريق أولمبياكوس واللي بيلعب فيه لاعبنا المصري أحمد حسن كوكا خرج امبارح من فريق دينامو كييف، ويعني أحمد حسن كوكا بيتألق الفترة الأخيرة مع النادي اليوناني، ويعني أحرز 3 أهداف في آخر 3 لقاءات للفريق اليوناني. أنا بعد نتمنى كل التوفيق لفريق أولمبياكوس في الفترة القادمة سواء في بطولة الدوري اليوناني أو في بطولة الكاس اليونانية، لكن أحمد حسن كوكا زي ما قلت لحضراتكم واحد من اللعيبة المصرية المتألقة اللي يعني بيقضوا فترات جيدة جدا مع فريق أولمبياكوس اليوناني وبيتألق. عندنا أيضا لاعب عمرو وردة واللي موجود أيضا في الدوري اليوناني، وعندنا شيكابالا، وعندنا لعيبة مهمة جدا كتير في الدوري اليوناني. لسه نكمل معاكم، وبعد ما خلصنا آخر الأخبار الخاصة بنتائج دوري الأبطال وأيضا باليوروبا ليج، عايز أفكر حضراتكم عندنا يوم الأربع أولى المواجهات في لقاءات الكلاسيكو الساعة 10 بتوقيت القاهرة، هتكون المباراة الثانية ما بين فريق ريال مدريد وبرشلونة، هتكون على ملعب سانتياغو برنابيو. المباراة الأولى انتهت 1-1، لكن عمر ما النتائج بتكون في لقاءات الكلاسيكو ليها مقياس مين ممكن يفوز. ريال مدريد هيلعب على ملعبه، وبرشلونة عنده مباراة صعبة جدا، لكن سولاري في اختبار وفالفيردي في اختبار. فالفيردي في اختبار بعد ما جدد تعاقده لموسم إضافي مع فريق برشلونة، وسولاري أيضا في مهمة علشان يثق فيه فلورنتينو بيريز وعلشان يكون هو المدير الفني للموسم القادم مع فريق ريال مدريد. لكن عايز أقول لحضراتكم إن
بعديها بثلاث ايام زي ما قلت لحضراتكم هتكون المباراه الثانيه في الدوري الاسباني ومباراه العوده، يعني يوم الاربعاء ويوم السبت هيكون عندنا لقاءين في خصيم بالكلاسيكو، يوم السبت ايضا مباراه ريال مدريد وبرشلونه في الدوري الاسباني، وهنشوف بقى لقاءات يعني اسبوع ساخن جدا جدا جدا. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ هل ريال مدريد هو اللي هيكون الاسعد في الاسبوع القادم بفوزه في كوبا ديل ري او كاس ملك اسبانيا وفوزه ايضا في الدوري الاسباني، ولا برشلونه مع فالفيردي هيقدر ان هو يعادل الامور يصعد في كاس ملك اسبانيا ويخطف نتيجه ايجابيه من على ملعب سانتياغو برنابيو؟ ما ننساش ابدا ان ريال مدريد عنده طار كبير جدا، فاكرين كلنا المباراه الاولى اللي انتهت بخمس اهداف مقابل هدف لفريق برشلونه واللي كانت في ملعب كامب نو، وكان بيغيب عنها رونالدو وميسي في اولى المواجهات بين الفريقين بعد ما رونالدو مشي راح يوفنتوس، وبعد ما ميسي كان عنده اصابه وميسي حظه وحش جدا الموسم الحالي امام فريق ريال مدريد، بيتصاب في المباراه الاولى ومباراه الكاس بيكون ايضا عنده اصابه وبيشارك فقط في 30 دقيقه من عمر المباراه علشان يكون جاهز بنسبه 100%. لكن بكره برشلونه عنده مباراه مهمه جدا وهي دي اللي ممكن لو ميسي خرج منها على خير هيشارك مع برشلونه بدون اي مشاكل. تعالوا نروح لاخر الاخبار اللي موجوده معانا العالميه ونشوف ايه الاخبار اللي تمت الاسبوع الماضي مع ابرز الفرق الاوروبيه. برشلونه يجدد عقد فالفيردي رسميا حتى موسم 2021. اعلن برشلونه انه بيجدد عقد مدربه الاسباني ارنستو فالفيردي لموسم اضافي ليستمر على راس الجهاز الفني للفريق الكتالوني حتى نهايه موسم 2019-2020. لكن ده على الورق، لو فالفيردي فشل في احراز دوري ابطال اوروبا وكمان فشل في احراز يا اما بطوله الكاس يا الدوري، انا شايف ان الكاس هو اللي ممكن اقرب ان يكون في عليه شويه مشاكل، ممكن فالفيردي ما يستمرش مع برشلونه للموسم القادم. الخبر الثاني، سيميوني مستمر مع اتلتيكو مدريد حتى عام 2022. سيميوني طبعا تم تجديد عقده مع فريق اتلتيكو مدريد حتى عام 2022. سيميوني شكر كل جمهور الروخي بلانكوس على اظهار الدعم ومن اجل اكمال مشروع النادي، وايضا سيميوني اضاف انه يواجه مستقبله داخل النادي حتى 2022 بالكثير من الحماس، ولكن في نفس الوقت ينتظره الكثير من التحديات. و سيميوني انا شايف ان هو طبعا يعني الكيمياء ما بينه وما بين فريق اتلتيكو مدريد ماشيه بشكل جيد جدا لحد الوقت الحالي. نروح للخبر الثالث، وفيفا يحرم تشيلسي من التعاقدات فترتين، فتره صيفيه وفتره شتويه. قرر الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا منع نادي تشيلسي الانجليزي من ابرام وعقد اي صفقات خلال فترتين مقبلتين لحساب سوء الانتقالات بسبب مخالفات تتعلق بالتعاقدات وتسجيل اللاعبين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنه. باللغه بتاعتنا بنقول لاعبين يعني لسه محتاجين من خلال اي امضه تكون موجوده في اي ورقه يكون معاه ولي الامر الخاص بيه. جودن لاعب اتلتيكو مدريد الافضل هذا الاسبوع في دوري ابطال اوروبا. إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا 8 أغسطس وانطلاق البريمير ليج بعد 48 ساعة، وساري يدخل حسابات روما لخلافة دي فرانشيسكو. خبر أكيد يعني واضح جدا الخبر القادم ده في حزم كبير جدا، ده لسه بنتابع معاكم إن إغلاق باب الانتقالات ده بالشكل الجديد للدوري الانجليزي، ان هيتم غلق باب الانتقالات الصيفيه في 8 اغسطس، وان البريمير ليج هينطلق بعديها ب 48 ساعه علشان يكون يوم 10 اغسطس. ساري، وكان في جس نبض ما بين ساري وما بين نادي روما على الكلام اللي بيقال في الفتره الاخيره ان تشيلسي هيستغنى عن خدمات ساري، وروما بيجس النبض علشان يعود من جديد بالمدرب الايطالي الى الدوري الايطالي اللي بدأ فيه وتعلق فيه وعمل موسم أو مواسم أكثر من رائعة مع نادي نابولي. طيب نروح لإيطاليا ومداخلة مهمة جدا مع الصحفيين الإيطاليين المميزين.